السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. اليوم حنديروا الدرس التاسع للسنة الأولى ابتدائي. عندنا حرف العين. كما مدارين عندي التمهيد، أضع حرف العين في دائرة وأكتبه. بيان سور كيحلوا هكذا التمرين، يقراوهم الأطفال دوك يعرفوا يقراو يهجوا. يهجي معك الطفل عين بن نعجة. نشوفوا حرف العين ونراه هنايا، ها هو عين، وهكذا يكتبوا الطفل هنايا راهو في بداية الكلمة. حروف يبدأوا يعرفوا باللي هنا راهو في بداية الكلمة. نعجة وراه العا، هاوليك يكتبوا الطفل، يكتبوا هذه الطريقة. هنا راهو في وسط الكلمة. طعام هاوليك العا، هنا راهو تاني في وسط الكلمة. عين، عين في آخر الكلمة. قطيع، عن في آخر الكلمة. بعير، عندي العي في وسط الكلمة. عاد، عا تعيط في بداية الكلمة. عو في بداية الكلمة راهو يعيط، راهو بالحركات الطويلة لصقنا له الواو حيولي عو. عندي حرف العين في بداية الكلمة ع عو عي، حيتكتب بهذه الطريقة. تفهميه له، تشرحيه له ع في بداية الكلمة. ناخذ مثال عسلون، وين راهو هذا؟ راهو هنا في بداية الكلمة. كي يكون في وسط الكلمة اون جينيرال يكون حرف قبله وحرف بعده حيكون هكذا مغلوق. هذا ما كان ما فيهاش يعني حاجة بزاف كومبليكي. في آخر الكلمة كل مرة كيفاش حيكون؟ حيكون هكذا، حيكون هكذا آخره. ترك حرف العين في وسط الكلمة ع عو عي، يكتبهم الطفل. قلنا كل واحد والخط ديالو، للخط ديالو شوية يعني ماشي مليح بزاف، نعطولو يكتب أكتر. وتاني باش يشفاو عليهم، حرف العين في آخر الكلمة حيكون هكذا ولا مكتوب هكذا. جوزو ثلاث كلمات اخترناهم اليوم، عربة، عود، وعنب، يكتبهم الطفل بدون نقاط ويحاول يكتب بالعقل وما يهبطش على السطر ويحترم الفسح. عيد سعيد. نجو للحركات الطويلة. عندي حرف العا كي نضيف له هذا الألف حيولي لي عا، يعيط عا بهذه الطريقة. حابة نقول حاجة، تلاميذ السنة الأولى لازم يجوزوا على هذوما، ما تقدروش ديباسيو لهم تصوتيو لهم هذه المرحلة وتروحوا لحاجة الأصعب من هذه. هذه ما كاش منها، لازم يجوز على الحروف، لازم يجوز على الكلمات، لازم يجوز على تركيب الكلمات، لازم على يجوز على التهجئة، يهجي باش يقرا. وشنو؟ بالممارسة. لازم بزاف تمارين، لازم بزاف قراءة، لازم بزاف كتابة. هذا ما كان. عندي عو الضمة هو الواو حيمدلي عو، وانا قلت احسن طريقة انه يقرأ بها هذه الحركات الطويلة. هذيك الطريقة تاع الورقة تمدها لهم وتقولهم، انا قلت لكم عندي تلميذ وعنده دوكا سنه الرابعه مشكل لحد الان، ما مو مي ما مو مي من من من، يقرا بهذه الطريقه. كي يجي يكتب ندير له املاء، من هي ميم ونون، من هي ميم ونون، الى اخره. عي لا بالياء والكسره حيولي عي. هنا نفس الشيء، هذه راهي وشنو الياء راهي هنا في وسط الكلمه، حتكون يعني حرف لاصق هنايا. هذه تاني عي لا بالالف وزوج فتحات. عن، عن عندي عن زوج ضمات عن،
وعندي عن زوج كسرات، وعندي نسيتها بالسكون، عفوا نكتبها لكم هكذا. وعندي التمرين الأول، أضع كل كلمة في مكانها المناسب. كلمات، خلي وليدك ولا بنتك هما يقراوهم لك. أنا كتبت هاد الحروف باش نعرف شحال من حرف درنا. أنا درت هاد التمرين هنا، درت هاد 4 حروف. المرة المقبلة نزيدو ندخلو هاد 3 حروف. عندي هنا الباء والراء والميم واللام، كل كلمة تحتوي على حرف الباء حنحطها هنا، والراء والماء واللام إلى آخره. نبدأ كراتون فيها حرف الراء، هنا المكان ديالها. ممحات فيها الميم، بيت فيها الباء، لوحة فيها حرف اللام، طريق فيها الراء، عيد ما فيها لا با لا را لا ميم لا لام، محمد فيها حرف الميم، بستان فيها الباء، فيل فيها حرف اللام، يد ما فيها لا با لا را لا ميم لا لام، دونك ما نحطوهاش في الجدول التام. جزء 80 تاني، اكتب ع عي ع ع يعني في المكان المناسب. كلمات كيكونوا كتبوهم ديجا، والفوهم وهجاوهم قراوهم، يعني تم يعرف يشوف يقدر يجبد الكلمة وشنو، وبدون صور، يعني بدون صورة زي ما تال عينب من فوق الكلمة هكذاك حيعرفها. تمتم هنا نابن وشنو، حيحط عنابن ولا عانابن، وش حيحط؟ حيحط عينابن. هذه أولا نشوفه هنا، حتكون يكون الحرف في بداية الكلمة. هنا يوراهم الحروف اللي في بداية الكلمة، عندي هذا وعندي هذا، نبلاصي هذا عنابون نو، نبلاصي هدايا عي، دونك عينابون. طا هادي سي بون. طا عامون، هنا الع حيكون في وسط الكلمة، عندي هذا ولا هذا، حنقول طا مون، تقدر يجي طعمون لو كان، لو كان كتبت لكم هكذا. طا الميم حتكون لاصقة في العين، نقدروا نديرو طعم، احنا لا كتبنا الميم ماشي لاصقة، دونك اللي حتصلح لها حتصلح لها هاد العا اللي راهي تعيط. طعام هادي خلاص. نعجة دونك حتصلح لها هادي، نعجة. عربة العا الوحيدة اللي قعدت لنا في بداية الكلمة هذه هي عربة. نتكلموا على الضمائر وناخدو مثال. عندي انا، نحن، انت، انتي. انا وشنو؟ انايا، قولي له انايا. انا راني نقرا، انا راني نشرب، انا راني نلعب، انا راني نطبخ، انا راني نرسم، انايا. نحن، نحن حنايا، نتايا وانايا وباباك وخوك واختك وصاحبك، وحنا نحن مجموعه. انت قولي له انت، نتايا. أنتي للمؤنث، هذا أنت للمذكر، قولي له الولد للراجل. أنتي للمؤنث يعني للطفلة، أنتية. نبدأ وناخده أنا أدرس، دوك هنا الأفعال راهم في المضارع ماشي أنا درست في الماضي، الأفعال راهم في المضارع، هما وحاش يقراو الماضي والمضارع، مي راهم في المضارع، يعني الأمهات يعني يكونوا على علم. أنا أدرس، أنا راني نقرا درك. نحن ندرس، أنت تدرس، وأنت تدرسين. شوفوا الأطفال يجوهم سهلين سخته مع التدريب، هكذا تمارينات أشك فدرهم لهم، يعني لا بلوبار دو طون ما يغلطوش فيهم، هادو الضمائر يجوهم سهلين، وسبحان الله يعرفوا يصرفوا الفعل
مام يعني في جميع المراحل التلاميذ اللي كانوا عندي ما كانش عندهم مشكل في الضمائر، يصرف لك الفعل، كاين شوية وين يكونوا صعوبات، كاين لحقوا الأنتن إلى آخره. هذا التمرين من دفتر الأنشطة. نحب أنا في طريقتي نحب نعاود التمارين اللي يديروهم في القسم في دفتر الأنشطة، نقولكم علاه. سورتو لا زعما ما راجعتيش لوليدك قبل ما يروح للمدرسة، كي يولي من المدرسة ومام إلا جاب دفتر الأنشطة قادر يكون جابهم الصحاح، كي تعاوديهم له في الدار تشوفي وليدك لا نقل من السبورة بلا ما يفهم ولا صح فهم. نبدأ أضع الضمير المناسب مكان النقط. أنا، نحن، أنت، أنتي. نلبس ملابسنا، نلبس حنايا، نحن نلبس ملابسنا. أراجع دروسي، شكون اللي راهو أراجع؟ أنا أراجع دروسي. ما نقدرش نقول أنت أراجع دروسي ولا نحن أراجع دروسي. تراجع دروسك أنت. تحبين أمك كثيرا، أنتي. نجوزو للرياضيات، عد كميات صغيرة. عندي ألون الخانة المناسبة، يحسب الطفل العناصر اللي عنده ويلون العدد المناسب، 1 2 3 4 5 6 7 8. دونك حيلون العدد 8. عندي 1 2 3 4 5 6 7، حيلون العدد 7. 1 2 3 4 5، حيلون العدد 5. العدد 10. رسمت لكم هذه القريصات، هذا هو 10، متكون من 5 ونزيد لها 5. كي يشوف الطفل نورمالمون تيلمون يشوفها، هذه 10، هاملك 5 6 7 8 9 10. ارسم النجمات الناقصة لتكوين مجموعة 10 نجمات، يعني نتكون مجموعة من 10 نجمات. عندي 1 2، أحسن، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، كانوا خاصين نجمتين. هذا ما كان. أكمل كتابة الأعداد في الشريط العددي. عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هادو ما يعرفوا يديروهم من التحضيري، يعرفوا يحسبوا يعني أكثر من 10، مي لازم ينجزوا على هاد لي زيتاب، من بعدها حيجي الزائد والناقص الى اخره. هنايا نكون كملت لا فيديو تاع نهار اليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. نقول للاخت ام علاء ان شاء الله ندير لك، ما ندلكش دروس الفرنسيه، راكي تطلبي دروس فرنسيه للسنه الرابعه ابتدائي، ما ندلكش دروس على خاطر ناقصين لي الكتب، ناقصين لي يعني لي دوكيومون باش نخدم لك دروس، يعني باش ندير دروس. ان شاء الله ندير لك تمارينات، وفي التمارين راح نشرح لك، معليش التمارين في كل فيديو يعني فيديوهات قصيره، ونشرح لك وندير لك تمارينات منوعه للرابعه ابتدائي فرنسيه، ربي يقدرني. هذا ما كان. ان شاء الله الفيديو المقبل حيكون نموذج من اختبار، كاين دي سوجي ولا من كتب، كاين امهات ما عندهمش كتب الى اخره. كل مره نديرو نموذج في اللغه، نموذج في الرياضيات، كما نقولوا من الساهل ونبداو نصعبوا. ان شاء الله كي يلحقوا الامتحانات اولادكم يكونوا متعودين على التمارين ومتعودين على لي سوجي. بهذا نقول لكم تهلاو في رواحتكم وسلام.